اهلا بك لاله حوريه، نتمنى تكوني على خير ومرحبا بك دائما. بارك الله فيك سناء، صباح الخير وصباح الخير للجميع، وتحيه ليك ولكل المستمعين والمستمعات ديال ميد غاديو. الله يبارك فيك. اليوم غادي نتكلموا على كيفاش نعتنيو بالشعر المصبوغ، على سواء يعني بالتلوين الطبيعي بالاعشاب ولا السيدات اللي كيصبغوا الشعر ديالهم بمواد مصنعه. فاليوم بغينا نتعرفوا على كيفاش نعتنيو بالشعر المصبوغ، ولكن قبل اكيد قبل ما كنصبغوا الشعر ديالنا ضروري ما اننا نلتزموا بعض النصائح، بعض الوصفات ولا بعض الاقنعه اللي غتساعدنا على انه ولو صبغنا الشعر ديالنا ما غاديش يتضرر بالشكل اللي ما كانش فيه العنايه من قبل. بالفعل سناء، تساؤلات كثيره جات في هذا الموضوع هذا، لان غالبا النساء كيبغيو يصبغوا الشعر ديالهم وكيخافوا ولا كيخافوا حتى المواد الكيماويه اللي في الماده اللي غادي يستعملوها على الشعر. حنا كنعرفوا الشعر ولا البشره كيتاثروا بشكل كبير بهذه المواد الكيماويه، وكيتاثروا بشكل كبير بسوء التغذيه أو بعض الأدوية اللي كياخدوها بعض النساء للعلاج بعض الأمراض. يعني هذه المشاكل كلها كتعطينا بعض الأعراض، ومن بينها تساقط الشعر وتقصف الشعر، وحتى بعض سوء المعاملة اللي كنتعملوها مع الشعر ديالنا، بما فيها الغسل، يعني كثرة الغسل بالشامبوانات اللي فيها مواد كيماوية، وكذلك بعض الاستعمالات ديال بعض الصباغات اللي كل مرة في المتر ما بين جوج أسابيع كتقدر السيدة تبدل جوج صباغات، وهذا غلط. لأن احنا أنا كنصح السيدات أن النساء اللي كيستعملوا الصباغة الكيماوية يحاولوا قبل ما يديروا الصباغة الكيماوية يحاولوا ياخذوا مثلا نوجدوا، يعني نوجدوا الشعر باش ما هي فعلا يوجدوا الشعر ديالهم قبل ما يديروا الصباغه. بحال يعني باش نقول لهم الشعر كنوجدوه بحال الا كنبنيو شي دار في المثال وكنديروا الساس مزيان، باش شحال ما بغينا نطلعوا من الطبقات ما كيوقع حتى شي مشكل. كذلك بالنسبه للجسم ديالنا احنا، بالنسبه للبشره، يعني كثره الاستعمال ديال الكريمات المبيضه ولا كثره الاستعمال ديال الكريمات اللي فيها الاساس ديالها زيوت مصنعه، كذلك الشعر المواد الكيماويه هذه كلها الا ما عرفناش كيفاش نستعملوها راه تعطينا اعراض قبيحه على الشعر وكذلك البشره. بالنسبه للصباغه الكيماويه، انا كنصح السيدات ان قبل ما دير الصباغه الكيماويه توجد الشعر ديالها، يعني تحاول تهيئه، يعني تهيئ الفروه باش ما تاثرش بديك الماده الكيماويه اللي غتحط عليها. اولا كاين حمام زيوت، كاين اقنعه طبيعيه، وهنا انا بحكم انني كنهضر في كل فصل على بعض الفواكه اللي كاتبان وبعض الخضار، اليوم غنعطيهم ان شاء الله اقنعه في الماندالين اللي معروف بالكليمانتين. يعني هذه الفاكهه هذه فيها مواد غنيه جدا وفيها فيتامينات اللي كتعالج الشعر والبشره. بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من هذا المشكل ديال تاثير الماده الكيماويه اللي كتحط على الشعر، انا كنقول لهم في هذه الحاله هذه يمكن لهم ياخذوا غير العصير ديال المندالين، ياخذوا منه تقريبا نص كاس وصفار بيضه بلديه ومعلقه ديال العسل الحر. يعني نعصروا المندالين وناخذوا العصير ديالها، ودائما كنركز على الصفار بيضه بلديه وكذلك العسل الحر، معلقه ديال العسل الحر، نخلطوا هذه المكونات وقبل ما نديروها على الشعر نحاولوا نوصلوا الشعر ديالنا بالقشور ديال المندالين، يعني شامبوان بالقشور ديال المندالين. كناخذوا القشور ديال المندالين كناخذوا منهم كاس، كنقطعوا طريفات صغار، كنكبوا عليهم تقريبا كاس ونص ديال الماء طايب، نخليوه يبات ليل كامل، وفي الصباح كنصفيو داك الماء وكنضيفوا له جوج معالق ديال شامبوان الاطفال، كنحاولوا نشلوا الشعر ديالنا بهذا الشامبوان الطبيعي، ومن بعد كنوضعوا هذا القناع هذا نخليوه ساعه ساعتين، يمكننا نديروه يومين متابعه، يعني يومين متتابعين، ومن بعد كنغسلوا الشعر ديالنا. يمكننا نمشيو عند الخبيره ديالنا دير لنا الصباغه بدون تخوف. غير هي بالنسبه للصباغه اللي كنوضعوها على الشعر ديالنا كنحاولوا، يعني كاين الوان عده على كاين اللون البني، كاين اللون الاشقر، اللون الاكاجو. يعني هنا السيده كتحير الشامبوانات اللي يمكن لها تغسل والمحاليل اللي يمكن لها تعالج الشعر ديالها. اذا انا غادي نعطيهم اليوم كل محلول للون ديال الشعر وكل طريقه كيفاش يتعاملوا بها مع اللون ديال الشعر ديالهم باش يبقى ديك اللون باهت وديك اللون اللي كيبغيوه هما يبقى لهم ناصع على الشعر ديالهم. هادو كلها يعني نصائح اللي خاصنا نلتزموا بها قبل، يعني كعنايه للشعر، كل انواع الشعر قبل ما نصبغوه خاصنا ضروري ان نلتزموا بهاد النصائح وبهاد يعني الوصفات البسيطه باش كنعاونوا الفروه ديال الراس والشعر ديالنا ما يضررش، يعني خاصه اذا كانت صباغه مصنعه. بالفعل غير هي بالنسبه كذلك الحمام الزيوت يمكننا نديروه نوجدوه للشعر ديالنا، نوجدو الشعر ديالنا، يعني الزيوت اللي يمكننا نستعملوها الزيت اللي فيه الفيتامين او، يعني فيه احماض امنيه اللي كتكون واقيه يعني 100% للشعر ديالنا. بالنسبه للزيوت اللي يمكننا نستعملوها في هذه الحاله هذه، كاين زيت الخروع، كاين زيت اللوز،
كاين زيت جوج الهند، يعني يمكننا نديروا هاد الزيوت نديروا بكميه متساويه ونخلطوهم. يمكن الا ما كانتش عندنا هاد الزيوت متوفره يمكننا نديروا غير زيت وحده راه كافيه، يعني كندلكوا الفروه ديال الشعر ديالنا مزيان بهذا النوع ديال الزيوت، ونديروا واحد الفوطه، نحاولوا الفوطه اللي غادي نلفوا بها الشعر ديالنا نديروا واحد ثلاثه المعالق ديال الماء ورد، ثلاثه المعالق ديال عصير ديال الماندالين، ثلاثه المعالق ديال الماء ورد، ثلاثه المعالق ديال عصير الماندالين، يمكننا نضيفوا شي اضافات ديال الماء دافي، كنديروا ديك الفوطه في داك الماء ومن بعد كنلفوا به الشعر ديالنا اولا كعنايه وكوقايه 100% للزغبه ديالنا. الا مشينا مثلا هذا بالنسبه لكيفاش نعتنيو بالشعر المصبوغ، يعني قبل ما نصبغوه وفي الوقيته اللي حنا صبغنا الشعر ديالنا، اكيد على انه كاين الوان كثيره. كاين بعض السيدات اللي مثلا تيقنطوا من هذوك الوصفات الطبيعيه لانه كتاخذ الوقت باش يثبت اللون باش يخرج هذاك اللون اللي هما على حسب لاباز اللي كانت عندهم في الشعر، فكيضطروا لانهم يصبغوا صباغه يعني مصنعه اللي كيتباعوا في الاسواق بماركات اللي هما مختلفين وبالوان اللي هما مختلفين. بغينا نتكلموا قبل ما نمشيو للصباغه بتلوين مواد طبيعيه، نتكلموا على السيدات العنايه اكيد لانه كتكون خاصه جدا بالنسبه للسيدات اللي كيصبغوا الشعر ديالهم يعني بصباغات اللي هما مصنعين. شنو كتنصحيهم مثلا كنصيحه؟ كنصيحه ومجربه يعني وعطت نتائج فعاله، ان السيده ملي تصبغ الشعر ديالها يمكن لا تغسل شامبوان طبيعي من بعد، يعني من بعد ثلاث ايام على ما تثبت الصباغه مزيان يمكننا نديروا شامبوان اللي هو كيثبت اللون وكيعطي له معان للشعر. يعني كناخذوا في المثال بالنسبه للشامبوان، يعني نبدا بالتسلسل ديال الشعر الاشقر والشعر الاكاجو والشعر الاسود. يعني بالنسبه لهذا النوع ديال الصباغات اللي دارها السيده، مثلا البابونج، الا خدينا نص كاس ديال البابونج وطيبناه في كاس ونص ديال الماء وصفينا ديك الماء وضفنا له جوج معالق ديال الشامبوان الاطفال ديال البابونج، راه موجود في الاسواق دابا هذا الشامبوان، يمكننا نديروه للشعر الاشقر اللي مصبوغ بالصباغات الاشقر. بالنسبه للون الاكاجو، اللون الاكاجو يمكننا نستعملوا شامبوان طبيعي واللي كيثبت اللون وكيعطي له معان، يمكننا ناخذوا دابا كاين داك الكركديه، يعني كناخذوا جوج معالق ولا ثلاثه جوج معالق ديال الكركديه ومن بعد كنضيفوا عليه كاس ونص ديال الماء طايب، وداك الماء طايب كنخليه حتى كيطلق مزيان وكنصفيو داك الماء ديال الكركديه ومن بعد كنضيفوا له جوج معالق ديال شامبون الاطفال اللي دابا شامبون الاطفال ولا موجود في الاسواق، يعني جميع كاين ديال البابونج كاين ديال الكركديه وكاين ديال الكركديه وديال البابونج ديال قشر الرمان، يعني هذا الشامبوان هذا يمكننا نوصلوا به الشعر الاكاجو وكيثبت اللون وفي نفس الوقت كيعطي ديك اللمعان ديال الشعر. بالنسبه للشعر الاسود، الشعر الاسود يمكننا نكتفيو بالريحان، يعني كناخذوا جوج معالق ديال الريحان كنضيفوا له تقريبا كاس ونص ديال الماء طايب ولا كنغليوه في الماء طايب 4 دقائق، كنصفيو داك الماء وكنضيفوا له جوج معالق ديال الشامبوان الاطفال ومن بعد كيكون الغسيل الشعر من بعد 3 ايام اللي كنصبغوا الشعر ديالنا كواقي للشعر وكذلك كحفاظ كيعطي لمعان للزغبه ديال الشعر المصبوغه. بالنسبه للسيدات مثلا اللي كيبغيو يعني يصبغوا الشعر ديالهم بليماش مثلا بالوان مختلفين، اكيد على انه ليماش يعني بمصنعين كيضروا الشعر، يعني في واحد الوقيته كيعجبنا هذوك ليماش وفي من بعد اللي خاصه لما كانش العنايه. بالنسبه للسيدات اللي كيعتنيوا بالشعر ديالهم، يعني كيفاش يعتنيوا اللي عندهم هي بالنسبه للاخت سناء اللي كنصح بها دائما، اي ماده كيماويه ما يامنوهاش النساء ديالنا على الشعر ديالهم ولا على البشره ديالهم، لان اي ماده كيماويه يعني دارت على الشعر المره الاولى والمره الثانيه السيده تنتظر ان واحد النتيجه غتكون عندها خايبه على الشعر ديالها، يعني مع مده الاستعمال وكتكاثر ديك السموم اللي كتكون في ديك المواد الكيماويه واخا كتكون قليله ولكن مع الوقت تعطينا اعراض اللي هي تقصف الشعر وتعطينا تساقط الشعر، لان حنا نستعملوا نحاولوا دائما الا بغينا نبقاو الصحه ديالنا سليمه، البشره ديالنا سليمه، الشعر ديالنا سليم، نحاولوا ما امكن نتفاداو ديك الصباغه الكيماويه، تكون مره الا كانت جاتنا شي مناسبه في المثال ولا كان عندنا شي عرضه جاتنا مفاجئيه يمكننا نديرها، ولكن هذا ما ينفيناش اننا نستعملوا المواد الطبيعيه، يعني كشامبوانات طبيعيه وكزيوت طبيعيه باش نحيدوا التاثير ديال الماده الكيماويه على الشعر ديالنا. بالنسبه للي ماشي يعني ديك الصباغه ديال الشعر، اولا السيده خصها تعرف بان احنا الجسم ديالنا فيه واحد الماده الصبغيه يعني لا ميلانين، ديك لا ميلانين الا لقات سوء التغذيه راه ما كتبقاش تعطينا ديك الصبغه اللي خصو يكون في الشعر، يعني كتعطينا الشيب المبكر، وهذا كنشوفوا عند الاطفال الصغار، كنشوفوا عند الفتيات الصغار، يعني مازال في ريعان الشباب وما عندهم الشيب. هذا من السيده ملي نصحها ملي تشوف الولد ديالها ولا البنت ديالها بدا الظهور ديال الشيب فواحد السن مبكر، مباشره تدي الولد ديالها عند الطبيب وديروا التحليله وتحاول تعوض له بالتغذيه باش تدرك الموقف ويكون علاج، يعني مستقبلا باش ما يكونش باش ما يتكاثرش الشيب بالنسبه للولد ولا للبنت.
بالنسبه لهذا المشكل هذا دائما السيده كتمشي عند الخبيره كتبقى حيره، والخبيره هنا خصها تكون يعني انسانيه معها، ما تحاولش تشوف الجانب الربح، يعني تشوف اولا تدير لها الشعر، تشوف النوع ديال الشعر ديالها وتسولها يعني واش مولفه كدير هذه الماده هذه ولا ما مولفاش، لان الا ما كانتش السيده مولفه كدير هذه الماده في مثال ديال الليماش على الشعر ديالها تقدر تعطيها التهاب، تقدر تعطيها حكه من بعد ما دير هذا الليماش. لذا كنصح الخبيره ان مجرد ما تكون عندها الزبونه كيرسح داها تحاول تستشار معها وتقول لها واش ما عمرك درتي هذه الماده هذه، واش كديرها وما كدير لك حتى شي حاجه، يعني حتى هذه الاسئله هذه كتعاون شويه الزبونه. فعلا هادو كلهم نصائح اللي التزمنا بها اكيد على انه ما غنكونوش درينا الشعر ديالنا واحد الضرر اللي هو كبير، وممكن اننا نمشيو مع الموضه بالوان كنعرفوا انه حتى يعني المراه كتمل يعني من القصه ديال الشعر لا كوب ديالها التسريحه، في نفس الوقت يعني الالوان كل مره كنبغيو نغيروا، وعلى حسب كذلك الفصول يكونوا الوان كنعرفوا ان لاكاجو مثلا كيمشي في الشتاء ما كيمشيش يعني في الصيف، وغيره من بين النقاط اللي كنبغيو اننا السيده تبقى محافظه على الاناقه ديالها وعلى الجماليه ديالها، وفي نفس الوقت تكون واحد العنايه واحد العنايه خاصه وخاصه للشعر المصبوغ للاسف، وفي هذاك الاستمراريه في هذوك الصباغات وداك تلوين الشعر كيبقى عام على عام، يعني الشعر كيبدا يتضرر. وكيف ما قلتي واحد النصيحه مهمه وانه واخا صبغنا الشعر ديالنا بصباغه يعني مصنعه راه نبقاو في وصفات طبيعيه ونبقاو في شامبوان اللي هو طبيعي باش كنحاولوا اننا نساعدوا دوك الفروه ديال الراس ودوك يعني الزغبه ديال الشعر على انها تبقى محافظه حتى اللمعان، كنحافظوا على اللمعان ديال الشعر. نمشيو دابا بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو يصبغوا الشعر ديالهم مواد طبيعيه، وبزاف ديال التساؤلات كتجي على اساس انه كنصبغ شعري كيصدق لي اللون، ومره مع مره كيبدا يفتح ذاك اللون اولا كيبدا يعني على حسب اللون اللي هي اختارت، ولكن واش ضروري اننا نديروا الحنه؟ واش الحنه هي اللي كتثبت اللون؟ كاين بعض السيدات اللي دائما كيظنوا على كيشوفوا على انه الحنه راه كتنشف الشعر، وبالتالي كيحاولوا انهم ما يديروش هذه الوصفات ولا يديروا صباغه الشعر وكيبقاو غير في دوك المحاليل، مثلا الماء ديال البربه مع مثلا الماء ديال الكركديه مع السواك مثلا مع خل ديال التفاح، وما كيديروش الحنه نهائيا. لا سناء حنا ما خصناش نقولوا بان الحنه مضره للشعر، بالعكس حنا راه علاج للشعر، غير هي الطريقه اللي غنستعملوا الحنه، يعني الطريقه كاين طريقه اللي يمكن السيده اللي عندها كثره الشيب يمكن لها مثلا تاخذ الحنه تكون مزيانه مطقوقه على اليد ديال الشعر، وتاخذ الماء عادي طيب الماء وتحرك به ديك الحنه تخليه تقريبا ما جاريه ما قاصحه، يعني تكون شويه رطبه، كتخليه واحد المده ديال ربع ساعه، كتغسل الشعر ديالها يعني بواحد الشامبون طبيعي، ومن بعد كدير الحنه هي الاولى، يعني كدير الحنه كتخليها واحد الساعه ومن بعد كتغسل الشعر ديالها، ولا غد ليه عاد يمكن لا توضع هاد النساء اللي عندهم الشيب، ولا غد ليه عاد يمكن لا توضع الوصفه الطبيعيه اللي كتعطي اللون، طريقه صحيحه هذه وعطات نتائج. يعني ملي كنقول انا السيده عندها في مثلا الشيب شعر اسود يمكن لا دير الحنه هي الاولى، يعني ذاك اللون اللي كتعطيه الحنه كتعطي اللون احمر في الاول للشيب، ومن بعد الوصفه الطبيعيه اللي غنديروها الثانيه اللي هي فيها مكونات اللي كتعطينا اللون كتساعد وكتغمق ديك اللون الاحمر وكتعطينا ذاك لي غوف اللي على الشعر، يعني في الحمر كيولي بحال دار لي غوفلي في لاكاجو. دونك هنا اش كنديروا؟ كنحاولوا نديروا الحنه هي الاولى بالنسبه للشعر الاسود، لغد ليه باش نوجدوا الصبغه الطبيعيه كناخذوا جوج معالق ديال الريحان مطحونين وجوج معالق ديال السلميه مطحونه وصفار بيضه بلديه، كنخليهم للجانب، كنمشيو للكسرونه كنحطوا فيها تقريبا ربطه ديال السلميه صغيره وجوج معالق ديال الريحان، كنخليهم يطيبوا مزيان، كنخليو حتى كيبقى لنا الجلد اللي غنخلطوا به ديك الخلطه، من بعد كنخلطوا هاد المكونات هذه الطبيعيه، في الاخر كنضيفوا صفار بيضه بلديه وكنضيفوا ثلاثه المعالق ديال خل التفاح، ذكرت صفار بيضه بلديه، كنضيفوا ثلاثه المعالق ديال خل التفاح، ثلاثه المعالق ديال زيت العود. يعني خل التفاح كيثبت لنا اللون وزيت العود كيعالج لنا ذاك التشويكه اللي تقدر تاثر الحنه على الشعر ديالنا بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر الجاف، اما اللي عندهم الشعر الدهني يمكن لهم يضيفوا غير معلقه ديال زيت العود فقط. كنخلطوا هذه الصبغه هذه ومن بعد ملي كنغسلوا الشعر ديالنا من الحنه كنكونوا نشفناه مزيان ما نشفوش بالمجفف الكهربائي، نحاولوا يعني نشفوه بالفوطه ونخليوه ينشف على خاطره، ولا غد اللي كنوضعوا هذه الصبغه يمكن نخليوها ساعه ساعتين حتى ثلاثه ساعات بدون تخوف، ومن بعد كنغسلوا الشعر ديالنا. والمحلول اللي كنستعملوا خلال هذه المده هذه باش على ما نوجدوا عاوتاني الوصفه المره الثانيه كنديروا محلول من السلميه ولا الريحان، يعني كناخذوا جوج معالق ديال الريحان وجوج معالق ديال السلميه كنكبوا عليهم كاس الماء طايب كنخليوه حتى كيطلق بخاخ كنخليوه في الثلاجه الليل كنرشوا به الشعر ديالنا ونبقاو نستعملوا هذا البخاخ هذا بدون تخوف واخا ما نغسلوش الشعر ديالنا، عكس الصباغه الكيماويه، يعني ملي كنوضعوا الصباغه الكيماويه على الشعر عندنا واحد الوقت محدد يعني 20 دقيقه ما نفوتوهاش، علاش؟ لان يقدر ذاك الماده الكيماويه
الا طالت على الشعر ديالنا غتعطينا واحد الالتهاب، تعطينا حكه، وهذا هو التخوف اللي كنخافوا منه نطيحوا فيه. ثانيا بالنسبه للشعر الاشقر، شعر الاشقر باش نصبغوه كذلك يمكننا نديروا الحنه حتى هي، يعني غير هي كنديروها بواحد الحنه قديمه وكتكون بواحد يعني ما كتكونش كتطلق بزاف المفهوم ديالنا، كنديروا معلقه كنحركوها شويه وكندهنوا بها الشعر هو الاول، وعاد كنهيئوا الصباغه الطبيعيه حتى هي اللي فيها جوج معالق ديال الخرقوم البلدي، وكنديروا تقريبا صفار بيضه بلديه وجوج معالق ديال البابونج، وهي الماء اللي كنخلطوا به هذه الخلطه ديال الشعر الاشقر كناخذوا القشور ديال البصله، يعني كناخذوا القشور ديال البصله واحد الكميه وكنطيبوها في جوج كيسان ديال الماء وكنخليوها حتى كتطلق مزيان، كنخليو غير الجهد اللي غنخلطوا به ديك الخلطه، مع كنخلطوا هذه المكونات وكنضيفوا معها صفار بيضه بلديه وجوج معالق ديال خل التفاح ثلاثه المعالق ديال زيت العود. الزيوت يمكننا نضيفوا زيت العود، يمكننا نضيفوا زيت ارغان، الا كانت زيت اللوز يمكننا نضيفوا زيت اللوز. هذه صبغه طبيعيه 100%. بالنسبه للناس اللي عندهم الشيب يمكن لهم يديروا الحنه للشعر الاشقر، والا ما كانتش عندها الشيب يمكن لها تجنب الحنه ودير هذه الخلطه هذه. بالنسبه للشعر الاكاجو باش نحصلوا على ديك اللون الاكاجو، بالنسبه للناس اللي عندهم الشيب دائما كننصحهم يديروا الحنه هي الاولى، عاد يديروا هذه الخلطه الطبيعيه. اللي ما عندها الشيب دير مباشره الخلطه الطبيعيه، والخلطه الطبيعيه كتعطي مفعول. هذا السيده قبل ما دير هذه الخلطه الطبيعيه تحاول تمشي عند الطبيب واحد الاستشاره طبيه وتشوف الجسم ديالها، تشوف لاميلانين ديالها واش مازال خدامه في الجسم ديالها، واش الخلايا بدات كتضعف ديالها. هذه المسائل كلها خصنا نعرفوها الطبيب اللي غادي يرشدنا ليها. ومن بعد كنديروا الصبغه الطبيعيه اللي هي جوج معالق ديال قشور الرمان وجوج معالق ديال الكركديه مطحونين، كنخليهم في واحد الاناء، من بعد كنضيفوا صفار بيضه بلديه وجوج معالق ديال الخل وثلاثه المعالق ديال الزيت اي نوع ديال الزيت، من بعد كنمشيو للكسرونه كنطيبوا جوج معالق ديال قشور الرمان وجوج معالق ديال الكركديه في كاس ونص ديال الماء، نقفلوا البوطه ونخليو داك المكون يطيب حتى كيبقى لنا الماء الجهد اللي غنخلطوا به داك الخلطه. ومن بعد هاد الصباغه هادي كنديروها بالشيته وكنخليوها مده، نغطيو الشعر ديالنا واحد المده ديال 10 دقائق ونخليوه حتى 3 ساعات 4 ساعات ماشي مشكل. غير ملي كنغسلوا الشعر ديالنا كنحاولوا نوجدوا كذلك بخاخ نرشوا به الشعر ديالنا اللي هو بالكركديه وقشور الرمان، يعني كناخذوا جوج معالق ديال قشور الرمان وجوج معالق ديال الكركديه مع كاس ونص ديال الماء، كيطلق مزيان وهذاك بخاخ كافي باش نرشوا به الشعر ديالنا. ونحاول ننصح السيدات ان المندلين دابا كاينه يحاولوا يستفدوا من المندلين، لان القشور ديال المندلين فيهم واحد النسبه عاليه ديال الفيتامين سي وفيهم نسبه عاليه ديال الحديد وفيهم نسبه ديال الكالسيوم، يعني ناخذ ديك القشور ديال المندلين ما فيها بس نديروهم مع هاد الصبغات، نطحنوهم وناخذوا معلقه او اي صبغه من هاد الصبغات الطبيعيه يمكننا نضيفوا عليها معلقه ديال القشور المندلين. وغادي نمشيو مباشره نتعرفوا على كل تساؤلاتكم التجميليه وناخذوا اول مكالمه معنا. دائما مرحبا بتساؤلاتكم. قبل ما ناخذ المكالمه لو سمحتي، ذكرت البارح المستمعه اللي كانت عندها مشكل، يعني يمكن عندها جرح ولا اثر ديال الحريق يعني في الوجه ديالها كنظن، وهي كتسول على كيفاش نحيد التراس ديال هذاك ديال الاثر ديال ديك الجرح ولا ديك الحرقه اللي بقات يعني باينه. بالنسبه للاثر ديال الحرقه ولا الجرح، كل ما كانت جديده كتكون احسن. كنحكو بطاطا، يعني كناخذوا ديك البطاطا اللي حكيناها وخاصه البطاطا الحلوه راها موجوده دابا، كناخذوا معاها راس معلقه ديال قشور الرمان ومعلقه ديال عسل الحر صغيره، كنخلطوا هذا المكون وكنبقاو ندهنوا به البلاصه ديال الحرقه، يعني يوميا كل ليله ندهنوا، واخا تكون قريبه للعين ماشي مشكل، نخليوها حتى الصباح ومن بعد كنمسحوا بالماء ورد، غير هيك نحاولوا نديروا واقي شمسي باش ما تزيد تكحل على ما تعالج ذاك البلاصه. واخا معنا كريمه من قليطره. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله كريمه، مرحبا. بارك الله فيك، كنشكر خبيره في الشعر. هيبالي معاك. بارك الله فيك. شويك. بارك الله. انا عندي واحد التساؤل، عندي البنت ديالي عندها 18 سنه وعندها الشعر ديالها دهني. والزغبه ديال الشعر ديالها قويه كثيره بزاف. ملي كتغسلوا هذاك الشيء الشعر ديالها كيتنفخ. يعني شعر قوي، شعر قوي. الشعر ودهني، شعر قوي ودهن، ياك؟ شحال العمر ديالها؟ العمر ديالها 18 سنة، ودابا خت بغيت ندير لها الكيراتين وما قديتش. من الأحسن إلا كان شعرها دهني ما بلاش ما دير لهاش الكيراتين، إلا كان شعرها رطب، علاش غدير لها الكيراتين؟ ما ماشي رطب، تيتنفخ من فوق عندها. إيه ولكن ماشي حرش. لا ماشي حرش، لا ما توقفش ليها. واخا بالنسبة للعادة الشهرية كتجيها عادية. عادية. بالنسبة غادي بالنسبة للتغذية غادي تحاول توازن لها التغذية ديالها، تعطيها الخضرة بزاف وتركز لها بزاف على اللفت. يعني اللفت دخليها لها في الماكله ديالها، وإلا ما كانتش كتبغي تاكلها حاول طحنيها وخلطي بها اي شوربه درتيها بالماء ديال اللفت. وبالنسبه للشعر كل ما تغسل الشعر ديالها حاول تدهن بزيت الكوك. ايه واخا.
تلتزم بهذه النصائح واكيد ان شاء الله يعني الشعر كيرجع للحاله ديالو غير هي بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل الشعر كيتغسل وكيتنفخ كيكون غالبا عندك الشعر كيكون قوي وزهبه رقيقه هنا كنصحهم دائما يكون واحد ديميلور طبيعي واليوم زيت لهم بالقشور ديال المندالين يعني راه فيه فوائد كثيره يعني كيرطب الشعر بواحد الطريقه جميله كناخذوا غير الدرقه كنحكوها كناخذوا منها تقريبا واحد نص كاس ديال الماء الدرقه كنضيفوا معاه جوج معالق ديال عصير ديال المندالين كنديوها معنا للحمام ملي كنغسلوا الشعر ديالنا كنحاولوا ندهنوا الشعر ديالنا بهذا المكون ونخليوه واحد المده ديال 10 دقائق ومن بعد كنغسلوا الشعر ديالنا ملي كنخرجوا كنحاولوا ندهنوا بزيت الكوك الشعر ديالنا ويكون الشعر فازك وندهنوه بزيت الكوك غادي ناخذوا مكالمه اخرى معنا فاطمه زهراء من خنيفره الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله فاطمه زهراء مرحبا بالناس ديال خنيفره ربي يخليك بارك الله فيك الله يبارك فيك لاله ختك غزاله الدنيا تما الله يعطيكم الصحه ياك ومرحبا بكم وسنه سعيده عليك وعلى جميع الطاقم ديال ميد راديو شكرا مرحبا والاستاذه حوريه الشويخ مرحبا لاله اللي كيسهروا على هذا البرنامج الله يبارك فيك شكر موصول لكم حتى انتم اللي كتسمعونا وكتثقوا فينا دائما تفضلي فاطمه زهره شنو تساؤلك مرحبا تساؤل عندي في صحن الشعر بزاف شحال العمر ديالك 32 سنة مزوجة واه كتاخدي مانع الحمل ياك لا ما عندك حتى شي مشكل مرضي لا جاني دابا السكر مدة ديال 6 شهور هادي باش جاني السكر التساقط عاد بدا عندك ما كانش عندك قبل ملي بديتي كتستعملي الدواء ديال السكر ولا كيطيح لك ياك لا عندي قبل وعندي الشيب فاش مثلا بحال دابا تنغسل شعري ما تنعرفش شنو الزيت اللي باش غادي ندهنو تيتشوك ليا تيولي بحال خويت ما تيتهز في السما واخا تندير الحنه تندير الحنه مع الماء ديال البربه هي باش ندير الحنه مزيان غير هي بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال تساقط الشعر يكون واحد البخاخ عندنا دائما في المطبخ ديالنا اللي يعطي واحد المفعول جيد يعني كناخذوا غير قشور ديال الرمان كناخذوا معلقه ديال قشور الرمان ومعلقه الا كان عندك داك القشور ديال داك العظام ديال المشماش كنت كنقول لكم انا جمعوهم كنا دايرين البشره يعني كنطحنوا وكناخذوا منه معلقه كنديرهم في واحد القرعه ديال الزاج وكنضيفوا عليه تقريبا واحد نص كاس ديال الماورد والماورد الا ما كانش مصوب عندنا على اليد من الاحسن نديروا غير الورد البلدي نكبوا عليه الماء طايب ونصفيوا ذاك الورد ونضيفوا على المكونات ديال قشر الرمان واللوزه ديال المشمش وكنضيفوا معها تقريبا واحد معلقه صغيره ديال العسل الحر هذا البخاخ نبقاو نديروه دائما بالليل ندلكوا به الفروه ديال الشعر ديالنا ونضيفوا واحد جوج معالق ديال الزيت زيت اما البلديه ولا ارغان هذا المحلول هذا يكون عندنا ملي نكونوا جالسين في الليل وغندوشوا نحاولوا نرشوا بهذا البخاخ هذا وندلكوا الفروه ديال الشعر مزيان حتى كنحاولوا نوصلوا الدم للجذور ديال الزغبه وهنا الناس اللي عندهم مشكل ديال التساقط هذا ما يمنعش انهم يديروا واحد الاستشاره طبيه ربما يكون عندهم فقر الدم لان ملي كيكون فقر الدم ولا البدايه ديالو الدم ما كيوصلش للجذور ديال الزغبه يعني كيكون ناقص من الحديد والحديد هو العنصر الاساسي الجسم ديالنا اللي كيوصل الاكسجين بواحد الطريقه رائعه للجذور والاماكن اللي خصو الدم يوصل لها لان هذا الفصل هذا كنلقاو بزاف ديال الاعراض والناس غافلين عليها مجرد السيده ما تشوف هذه الاعراض ديال تساقط الشعر والانتفاخ في بعض الاعضاء في الجسم ديالها مباشره تشوف الطبيب ديالها ودير تحليله شامله على الجسم ديالها بالنسبه كذلك السيده نعطيها قناع اللي يحد من هذا المشكل ديال التساقط غتاخذ جوج معالق ديال قشور الرمان تقريبا نص درقه الورقه ديال الدرقه كنحكوها ناخذوا لك الماده الهلاميه ديالها ثلاثه المعالق ديال الزيت البلديه ولا اربعه المعالق ديال الزيت البلديه ومعلقه صغيره ديال مريوت الحلوه حيت مريوت فيها وحده الحلوه وحده المره ناخذوا الحلوه معلقه منها ناخذوا هاد المكونات ودائما بغيو نوضعوهم على الشعر يكون عندنا تدليك بالماء ديال البصله والماورد لان الماء ديال البصله فيه الماده ديال الكبريت والكبريت من بين المعادن الاساسيه اللي كتثبت لنا الزغبه ديالنا وكتعالج الزغبه ديالنا يعني كندلكوا بهذا المكون ديال الماء البصله وكنديروا هذا القناع من بعد نخليوه ساعه ساعتين ونغسلوا الشعر ديالنا هو في الغسيل دائما الناس اللي عندهم التساقط يحاولوا يشلوا الشعر ديالهم بازير ولا الزعتر ناخذ ام ايهاب من سلون تعرفوا على التساؤل ديالها الو ام ايهاب الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تحيه ليك وتحيه للطاقم التقني وتحيه للاخت حوريه مرحبا لاله مرحبا الله يبارك فيكم اختي اختي واحد السؤال الله يخليك انا عندي شيب في الراس القدام ايه شي في الراس واخا وانا وراثي وراثي انا بنت طعام وديجا عندي واحد الزغبه في الوسط راسي ودابا المشكله انا ما خليت في ما درت شي خلطه طبيعيه وتيخرج داك الشيب ليموني
واخا عندي واحد المناسبه في شهر 10 واضطريت ندير الصباره. هي بالنسبه شوف هي بالنسبه لظهور الشيب من الجذور يعني واخا ديريها صباغه كيماويه ولا طبيعيه كتب يعني ملي كيوصل واحد يعني ملي كينمو الشعر يعني ملي كيبدا يكبر الشعر كتبدا ديك الشيب راه هو غادي يبان ماشي غيتحيد. فاش غادي يتحيد لنا الا كان عندنا مشكل في لاميلانين مشينا عند الطبيب وعالجنا وعاوننا كما كتقول ملي كتقول وراثي يعني يعني التربيه كتلعب ولكن دابا الحمد لله الطب وصل المشكل ديال الوراثه بواحد 90% حتى 85% يعني ملي كنديروا الاستشاره الطبيه وكنعرفوا المشكل ديال الشيب منين واش الفتره ديالنا وصلنا من الخمسينات الفوق كتكون فتره ديال يعني واحد الضمور ديال بعض الخلايا اللي كتعطينا الصبغيات للشعر ديالنا يعني هنا الطبيب كيشخص لنا المشكل فين كاين. وبالنسبه للصبغه الطبيعيه يمكن لك لا ديري الصبغه الطبيعيه تبداي بالحنة الطريقه اللي وريتك في الاول يعني سمعت حوريه قالت انه صبغه الشعر ديالها دابا هي قبل كانت كتصبغ مواد طبيعيه ولكن عطاها اللون ليموني داك الشيء كيولي ليموني ولكن يمكن دابا صبغه الشعر ديالها يعني بصبغه كيماويه الى صبغت الشعر ديالها بالصبغه الكيماويه تشوف اللون اللي دارت بالصبغه الكيماويه ويمكن لا تدير الصبغه الطبيعيه من بعد ماشي مشكل. هي تحاول دائما البخاخ يكون حداها باش ديك الشيب اللي كيبدا يبان كيتلون بداك البخاخ الى دوماته. وكذلك زيت الزنجلان ولا زيت القرقع يكون دائما عندها في الدار تحاول تغذي الجذور ديال الشعره بداك الزيوت دلك بها الفروه ديال الشعر والبخاخ دائما يكون حاضر ودير هاد الصباغه اللي عطيت لك الطبيعيه ماشي مشكل. وفعلا كاين بزاف ديال السيدات اللي كيصبغوا بلا ماشي يعني في الدار ولكن كيف ما قالت فعلا كيخرج اما اللون صفر بزاف ولا اللون غادي لورونج غادي لا هي واحد المشكل كاين هي كاين واحد المشكله سناء ملي كنصبغوا الشعر ديالنا غالبا النساء ما كيطيحوش في المشكل في اللون اللي باغيين يعني مجرد ما كتغسل الصباغه اللون اللي باغاتو هي ما كاينش وهذا كيبان من بعد ثلاث ايام باش كيبان الا حاولنا كيفاش نقادوه بواحد الخلطه طبيعيه باش وهي بسيطه جدا يعني كناخذوا صفار بيضه بلديه بحال دابا الشعر الاكاجو كناخذوا صفار بيضه بلديه ومعلقه ديال القرفه وجوج معالق ديال زيت العود كنخلطوا هذا المكون وكنحاولوا نعاودوه على الشعر ديالنا بحال اللي كنديروا الصباغه كنخليوه واحد الساعه ومن بعد كنغسلوا الشعر ديالنا كيتقد اللون وكيعطي واحد اللمعان حتى ديك اللون اللي كان فونسي بزاف كيبرد وكيولي اللون عادي اللي باغيه هي بهذه الطريقه هذه صفار بيضه بلديه ومعلقه ديال القرفه وثلاثه المعالق ديال زيت العود كنخلطوا هاد المكونات ونديروهم على الشعر ديالنا يعني كي داك حتى ديك اللون اللي كان باهت ما كيبقاش باهت وكيولي اللون اللي بغيتي انت. ناخذ مكالمه اخرى معنا عزيزه من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله عزيزه. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. الله يبارك فيك مرحبا. دائما كنتسنت لكم. اختي عندك عندي واحد السؤال في البشره ديالي انايا ناشفه بزاف حيت عندي داك عندي لحمي كتوردد. واش عندك الحم ديالك واش كل اللحم ديالك ولا غير بعض المناطق؟ لا لا اللحم ديالي كلها دابا هذه 4 سنين هذه تبارك الله هذه 4 سنين باش مني كنت ولات اللحم ديالي ولات كتوردد ومشيت للطبيب يعني متبعه مع الاطباء هذه 4 سنين وانا متبعه مع الاطباء واللحم ديالي ناشفه يعني ما كان كيف مصدق ليا ذاتي كلها كتلق بحال قشره بيضاء. واخا هانتي كنحك هكا قشره بيضاء. واخا غادي نعطيك واحد الشوربه غتبعيها غتاخذي نص كاس ديال الذره دقيق الذره وربعه ديال القرعه الحمراء وتقريبا واحد ربعه ديال الليشو الحمر ديك الكرنب الاحمر الدقيق ديال الذره وربعه القرعه الحمراء والليشو الحمر الليشو الحمرين طيبي هاد الشوربه هادي وكطحنيها وكتضيفي لها ثلاثه المعالق ديال الزنجان مطحون هادي الشوربه تعودي عليها ونسميها بشويه ديال الازير تعودي عليها تكون عندك وجبه رئيسيه قبل اي تديريها في الفطور وفي الغداء وفي العشاء بحال مكمل اللي يزود لك الجسم ديالك بدهون طبيعيه ياك وحاولي تاخذي زريعه ديال القرعه الحمراء غتاخذي منها جوج معالق مع معلقه ديال العسل الحر مع ثلاثه المعالق ديال الزبده بلديه تخلطي هذا المكون وديريها منين غتبغي تمشي للحمام غدهني الجسم ديالك كله ودائما يكون عندك واحد الزيت اللي هو من المعدنوس يعني كتاخذي ربطه ديال المعدنوس وتقطعيها طريفات صغار وديريها في واحد القرعه وتضيفي عليها نص كاس ديال زيت ارغان ولا زيت البلديه تسد عليها ودير لها بان ماري مده 15 دقيقه وخليها واحد اليومين ثلاث ايام وتستعملي ذاك الزيت كل ليله دهن به الجسم ديالك يمكن لك ديري كذلك قينا على اخر دهنه للجسم كله كتاخذي غير اللوبيا البيضاء يعني كنطيبوها اللوبيا اللي كنشرملوها باش كناكلوها كنطيبوها بلا ملحه كناخذوا منها كاس نديروه في الخلاط الكهربائي مع معلقه ديال العسل الحر مع ثلاثه المعالق ديال زيت الزنجلان كنخلطوا هاد المكونات يمكن لك
هي كريمه كدهن بها الوجه ديالك والجسم ديالك كله. هذا كنصح به الناس اللي عندهم مشكل ديال الجفاف واللي عندهم القشره كطير من الجسم ديالهم. هذه فعاله وما يهرب، وكذلك ما يحاولوا يدخلوا زريعه ديال القرعه في الشربات ديالهم، يعني اي شوربه داروها كمكمل يضيفوا معها معلقه ديال الزريعه ديال القرعه الحمراء، يعني معلقه كبيره في اي شوربه داروها. نوصل دائما باقي تساؤلات المستمعات. ومعنا سعديه من اسفي. صباح الخير اخت سناء. صباح النور سعديه لاباس؟ تحيه لك والاخت حوريه. مرحبا مرحبا فيك. مرحبا لاله. الله يجزيك بخير. باغا نسولك على شعر بنت حرش ويوجف. ايه واخا. انت ولا بنتك؟ بنتها. بنتي عندها 16 عام. ايه شعر ناشف ياك وحرش شويه، وحتى البشره عندها ناشفه ياك. عندها حرش وناشف. سمعتي الشوربه اللي عطيت دابا ديال الذره والقرعه القرعه الحمراء وليشو؟ سمعتيها؟ هذه غداومي لا عليها ياك، وغدينا نفس الطريقه اللي عطيت دابا المكونات. ودابا يمكن لك تاخذي لها ثلاثه د المعالق ولا اربعه د المعالق ديال عصير المندالين مع نص بنانه معوكه مع جوج معالق ديال الزبده بلديه، يعني كنخلطوا هذه الكريمه هذه ونضيفوا لها معلقه ديال العسل الحر. كنخلطوا هذه المكونات هذه ومن بعد كندهنوا بها الشعر ديالنا. نخليوها كناخذوا العصير ديال المندالين، يعني تعصر المندالين وتاخذ منه واحد اربعه المعالق ولا خمسه، وصفر بيضه بلديه والعسل الحر يعني معلقه وزبده بلديه، وزبده بلديه جوج معالق. كنخلطوا هذا المكون في بان ماغي باش الزبده تذوب مزيان وتخلط مع العسل. كنخلطوا هذه المكونه هذه ككريمه كندهنوا بها الشعر ديالنا قبل ما نغسلوا. هذه فعاله، وحتى ديك التشويكه اللي كتكون ما كتبقاش لانه الزغبه كتنزل. بحال مثلا مره عندنا زبده بلديه ومره مثلا عندنا زبده الكاريتي. كنا نديروا زبده الكاريتي، يعني دائما الكريمه ديال الاساس اللي غنستعملوا اي كريمه للشعر ولا الكريمه ديال الترطيب يكون اما الزبده بلديه ولا زبده الكاريتي ولا سمع ديال النحل. يعني حتى هي راه مهمه، ولكن يعني السمع ديال النحل يكون مخوض واحد البلاصه يعني متاكدين منها، ما يكونش مغشوشه ولا فيها مواد حافظه. اذا نواصلوا باقي المكالمات وغادي ناخذوا مكالمه معنا خديجه من سطات. الو خديجه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا لاله. لاباس؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله. بغيت نتكلم مع اخت حوريه. ايه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام لاله. عرفت اخت حوريه عندي واحد المشكل، عندي مشكل ديال الشيب. شحال في عمرك؟ في عمري 23 عام، كان 50 سيدي كانت عندي شي 18 عام هكاك خرجي قدام. مشكل ماشي غير شيبه وحده، خرجي بزاف دقه عصرا هكاك ولا. ما درتيش شي صباغه ولا شي حاجه؟ لا ما درتيش. عمرك مشيتي عند الطبيب؟ لا. حاولي تمشي عند الطبيب، حاولي. دابا ملي بان فيك الشي في هذه الفتره هذه ديال 23 سنه، يعني من الاحسن شوفي الطبيب ديال الجلد، يقول لك المشكل بالضبط منين عندك هذا الشيب. الشيب ملي كيبان في هذا السن هذا كتكون مسائل وراثيه، ولا كيكون مشكل عضوي داخلي ما غنعرفوش حنا، غيعرفوا الطبيب. انا يمكن لي نعطيك الوصفه يقدر ما تعطيكش النتيجه، فهمتي؟ ولكن من الاحسن تعرفي الاساس وغادي تشوفي المشكل فين كاين ونكملوا بالوصفات الطبيعيه. ناخذوا على ذكر غالبا التساؤلات كيجيوني الاخت سناء، لان الناس اللي قالت لك تغسل شعرها وما كيكونش عندها ذاك البريق على الشعر ديالها. لمعان. لمعان. هنا كنقول للسيده ان ملي تكون في الحمام وتكون خارجه تحاول تاخذ معها عصير ديال المندالين وعصير ديال المعدنوس كمية متساوية. ملي تبغي تخرج من الحمام وتسلل الشعر ديالها كتضيف هذه المكونات تقريبا في واحد الماء يكون دافي، من الأحسن يكون دافي بزاف، كتكب هذا المكون وتسلل الشعر ديالها في الأخر كملين وكيعطي واحد اللمعان. هذا يديروا يمكن ديروا عصير المندرين مع عصير العصير المعدنوس. كنعصروا المعدنوس كناخذو متساويين وكنديو معنا الحمام نشلو بهم الشعر ديالنا، هذا كيعطي واحد اللمعان للشعر وكيعطي حتى ذاك الا كان شي مشكل في الفروه ديال الشعر كيعالجها. والمندالين راه الناس غادي يستعملوه وغادي يلقاو استحسان بزاف في الشعر ديالهم. بحال الليمون ولا المندرين، يعني الليمون على العموم ملي كيتمسح به الوجه كيعطي واحد اللمعان على ديك الوجه. ياخذوا العصير ديال المندرين ثلاثه المعالق ومعلقه ديال دقيق الذره وصفار بيضه بلديه ومعلقه ديال العسل الحر، هذا قناع رائع لمعان للبشره وكيعطي واحد حتى السيده ملي كدير الماكياج ولا كدير شي واقي شمسي كيبان واحد اللون في الوجه ديالها ما شاء الله. ناخذ مكالمه اخرى ومعنا اسماء من مراكش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله اسماء. لاله سناء لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا. كل شيء على خير. مرحبا. جامعه البرد. الحمد لله الحمد لله. لاله لاباس عليها؟ لاباس لاله بارك الله فيك. الله يجزيك بخير. عندي واحد البنيه عندها 5 سنين. ايه. وشعرها ناشف ليها بزاف وحتى حاس تيطيح ليها كله في الشتاء. ما عندهاش مشكل ديال فقر الدم؟ لا. لا ما درت لهاش تحليله. هو من الاحسن ملي تشوف المشاكل هكا عند البنات يعني عند وليداتنا الصغار دائما نمشيو عند البيدياتر ديالهم نتشاوروا معاه ونشوفوا شنو كاين ونعالجوا التقديم، حيت اي واحد خصو يعرف بان التساقط ديال الشعر ولا التقصف ديال الشعر ولا الجفاف ديال الشعر عنده مشكل داخلي عضوي.
يعني كيكون مشكل ما ولا شي خلل ما، اما النقص ديال الحديد، اما النقص ديال الزنك، اما النقص ديال الفيتامين معين. يعني هاد المسائل شكون اللي كيشخصها؟ طبيب راه ما كيشخصوهاش الخبراء. يعني خبير التجميل ما يمكنلوش يشخص النقص ديال الفيتامين في الجسم ديالنا. خبير التجميل كيدير وصفات ويعطي وصفات، ولكن باش يعالجك المشكل الداخلي ما يمكنش شي خبير يعالجه من غير الطبيب، لان الطبيب هو اللي كيعطينا المشكل فين كاين والخلل فين كاين، وحنا كخبراء كنكملوا بوصفات طبيعيه ووصفات اللي كتكون في المحلات ديالنا. لذا كنصح السيده هذه تشوف بنتها عند الطبيب وتحاول تعطيها الجزر، تعطيها اللفت، تعطيها اللفت من بين المكونات المهمه اللي خصها تكون حاضره في هذا الفصل هذا، لانها مقويه كذلك كتحارب ديك النزلات ديال البرد بما فيها معدن ديال الزنك، وحنا الزنك كنعرفوه معدن مهم في الجسم ديالنا وخاصه في هذا البرد هذا. يعني يمكن لا تاخذ اللفت ديروا الشوربه مع المعدنوس مع الا ما كانتش اللفت البنت كتاخذ مثلا اللفت، يمكن لا تعصر اللفت وتخلطوا مع الحليب مع معلقه ديال العسل الحر وتعطي البنت تشرب يعني كعصير فعال، حتى ديك لوكو ما كي يعني كيتغير بالحليب وبداك المعلقه ديال العسل. بالنسبه للاقناع إذا سمحتي قبل وحنا كنتكلموا على هذا الموضوع مع هذه الام، يعني بزاف ديال الامهات كيعانيوا في الصباح دابا مثلا كتبغي تمشطل الشعر لبنتها مثلا، يعني البنيتات كيكون اما مثلا كيكون الشعر ناشف اولا الزغبه ما نازلاش اولا كيف تنقولوا دوك لي زونتيل تيكونوا هنا، يعني كيكون بحال الشعر مشوك هكا من القدام، يعني واخا كيتمشط ف ولا كيتمشط بالبروصه وكيف ما قالت يعني كيخرج بزاف ديال الشعر، شي زيوت ولا كريم حنا نعاودوا نذكروا بهم اللي كينزلوا الزغبه واللي مناسبين السن ديال الوليدات. قبل ما نعطيهم بعدا الزيت اللي غيمكن لهم يدهنوا به، ياخذوا واحد الكريمه اللي هي طبيعيه، ياخذوا بنانه تكون مكحله تكون مزيان، كنعكوها مع عصير ديال المندلين ثلاثه المعالق ولا اربعه المعالق ديال عصير المندلين مع العسل الحر مع جوج معالق ديال الزنجلان، جوج معالق ديال الزنجلان كنخلطوا هذا المكون. بنانه تكون طيبه بزاف يعني كل ما كانت طيبه احسن، عصير ديال المندلين والعسل الحر وتقريبا واحد اما كنديروا زيت الكوك ولا كنديروا ولا جوج معالق ديال الزنجبيل المطحون، يعني كناخذوا هذه المكونات وكنديروها ككريمه للشعر قبل ما نمشيو للحمام، كنخلي واحد الساعه يمكن نديروها للاطفال الصغار من 3 سنين حتى يعني مواد طبيعيه بالعكس. ومن بعد ملي كنجيو من الحمام السيده ملي غتمشط شعرها لبنتها في الصباح تحاول حتى هي تفرك لها الشعر بالليل وتفرك لها الفروه ديال الشعر بواحد الزيت ديال الكوك، وفي الصباح كيجي ساهل في المشيط وتحاول تمشط لها بالمشطه تكون ما تكونش ديال الكل مشطه من الصيدليه، وتحاول تفرك لها الشعر ديالها بالاصابع ديالها هي الاول عاد تمشط. نعطيو الخطر لوليداتنا ماشي في الصباح مثلا تنوض هكاك بالشعر وتبقى تنزل عليها بديك المشطه كتقول لك الشعر كيطيح، نحاولوا بليونه ندلكوا الشعر ديالنا بالليل وفي الصباح بلمسات بالاصابع ديالنا ومن بعد كنمشطوا بدون تخوف. دائما زيت الكوك يكون حاضر، زبده الكاريتي خصها هذه نتعودوا عليها، يعني ندوبوا ثلاثه المعالق ديال زبده الكاريتي مع قرعه ديال زيت الكوك واحد الكريمه تكون عندنا في الدار دائما ندهنوا بها الشعر ديال البنيتات الصغار والوليدات. زيت الكوكو يعني مناسب بزاف، في ريحه زوينه وفي نفس الوقت يعني كيعطي نتيجه وكتنزل ديك الزغبه. بالنسبه للشعر كذلك بعض التساؤلات جاتني كتقول لك الشعر ديالي ملي كنغسلو بحال المشكل اللي وقع للسيده قالت لك كتغسل الشعر وكيتنفخ، تاخذ جوج معالق ديال زريعه القرعه، الا ما كانتش زريعه القرعه الحمراء يمكن لا دير الزريعه الكحله هذيك اللي كتباع اللي كتباع تكون خضراء، كنطحنوها كناخذوا منها جوج معالق مع معلقه ديال العسل الحر مع واحد التفاحه معوكه، يعني التفاحه كنسلقوها شويه ونمعكوها ونخلطوها مع زريعه القرعه والعسل، كنمعكوها مزيان ونديروها كقناع. ودائما هاد الاقنعه اللي كنعطي طبيعيه انا تشمل الشعر بواحد الشامبوان طبيعي، ودائما مركز دابا في هذه الفتره اللي كاين المندلين نستافدوا منه، يعني ناخذ قشور ديال المندلين نطيبوا في جوج كيسان ديال الماء نصفيو داك الماء ويكون كبخاخ كشامبوان للشعر ديالنا، كنديروا هذا القناع هذا كنخليوه ساعه ساعتين ومن بعد كنوصلوا الشعر ديالنا. واخا غادي نختموا بجوج مكالمات اللي معنا للاسف ما بقاش لنا الوقت وكاين مكالمات كثيره معنا. مينا من بنقرير وسميه من ازمور. الو مينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك. مرحبا. مع الصحه. الله يبارك فيك. النحوريه. لاباس الله بارك الله فيك. الحمد لله. عندي لك واحد التساؤل، قلت شي حاجه غير لوجهي ما عمرني ما درت لي شي حاجه. هي لا خصك تعتني بوجهك، تعرف دابا المراه ملي كتوصل لواحد السن معين يعني بعض الخلايا كيوقع فيها مشكل، يعني كتبقى تموت اليوم على غدا الا ما اعتنيناش بها. تحاولي ما امكن تاخذي لك ديري واحد استشاره طبيه بعدا. شحال العمر ديالك؟ 28 سنه وخرجت لي واحد الشيبه في شعري. دائما الانسان اللي كيبان له هاد 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 بحال هاد الحويجات هكا الشيب في فتره مبكره ظهور بعض البقع على البشره، دائما حنا تكون عندنا واحد العلاقه مع الطبيب ديالنا، الطبيب ديال الجلد يشخص لنا المشكل فين كاين ونتجنبوا حتى الا كان شي دواء نتجنبوا ونعوضوه بالتغذيه الطبيعيه تكون احسن. ومكملات حتى الا خرج لي شي مكمل نحاول نكون سليمه ما عندي حتى شي مشكل عضوي في المثال، يمكن لي نكمل مكملات من الخضر والفواكه. غير انت بالنسبه لهذا المشكل هذا حاولي دائما واحد القناع يكون
بسيط دائما يكون عندك واحد البخاخ مثلا من المعدنوس والبابونش، كديري نص كاس ديال البابونش ونص كاس ديال المعدنوس وديري قشور ديال المندرين. دابا راه كاين المندرين كتكبي عليهم كاس ونص ديال الماء طايب، تخلي حتى كيطلق وتصفي داك الماء وديري فيه معلقه ديال زيت الزنجلان ولا ملعقه ديال الزيت البلديه، اي زيت عندك غير هو يكون زيت طبيعي ما يكونش فيه مواد حافظه. وهذا البخاخ دائما للليل ترشي به الوجه ديالك وتمسحي بالقطن وديري واحد تدليك البشره ديالك بزيت طبيعي. حتى لما كانت عندك الزيوت يمكن لك ديري الزيت البلديه راها كافيه، راها فيها النسبه ديال الفيتامين او راه مهمه. كندلكو بحركه دائريه ويكون عندك مكعبات من الخيار ولا من العصير ديال المندالي ولا من عصير ديال الحامض ولا من عصير ديال التفاح، مكعبات يكونوا عندنا في الثلاجه. من بعد كنديرهم في واحد يعني الفاس ما تكون ستيريليزي، ناخذوها من الصيدليه ونديروا فيها هذيك المكعب وندوروه على الوجه ديالنا كله وننعسوا في الصباح وثاني كنديروا بداك البخاخ ونمسحوا بالمواد ونديروا واقي شمسي. بالنسبه للقناع كتاخذي صفار بلديه واحد طريف ديال البنانه كنمعكوه مع ثلاثه العصير، ثلاثه المعالق ديال العصير ديال المندالين، كنخلطوا هذا المكون معلقه ديال زيت العود ونديروه كقناع على البشره، نخليوها ساعه ساعتين بعد كنغسلوا الوجه ديالنا وننظفوا دائما بالماء ديال المعدنوس يكون عندنا في الثلاجه، من الاحسن يكون بارد، يعني يكون ما كان بارد الا وكتشد البشره ما كيوقعش فيها ترهل. هذه المسائل بسيطه وسهله ونحافظوا على الجمال ديالنا. ايه معنا سميه من ازمور اخر مكالمه. الو سميه. الو حبيبه، انا لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. مرحبا. شكرا الاخت سناء والخبيره اللي معك لاله حوريان. الله يبارك فيك. مرحبا. مرحبا لاله. المهم احنا انتم تستافدوا، هذا هو المهم. الله يعطيك الصبر. كان عندي جوج ديال التساؤلات. لكن التساؤل الاول جاوبتي على البنيه اللي عندها شعر الجاف، راني خديت جاك شنوط. دابا بقى عندي واحد التساؤل اخر، عندها دابا هي عندها 12 سنه وبدا عندها الشعر في الذات ديالها شويه اكثريه فات السيقان وفهذا، ما بقاش تبغي تلبس نكاع الكسيوات ولا تلبس الشعر. عندها غير في السيقان وما عندهاش في مناطق اخرى بحال الذات، ولكن عندها تقريبا في الذات ديالها كامله ولكن الاكثريه في الرجلين. لا انا في هذا الحاله هذه نقول لك سديها عند الطبيب ديالها، من الاحسن دير واحد التحليله على الهرمونات ديالها، يقدر يكون عندها خلل هرموني، يقدر يكون عندها شي هرمون طالع ولا هابط. المهم انا المشكل ما يمكنليش نقول لك شنو عندها من غير ما يقول لك الطبيب. ومن بعد غتحاولي انت تداركي الموقف بالتغذيه، حاول تبعد على الوجبات المصنعه، يعني ديك الماكله ديال الزنقه، المعلبات، بعض اللحوم اللي هي من غير اللحم ولا الدجاج البلدي ولا الحوت، هذه هي اللي يمكن لك تعطيها. ويمكن لك كذلك تعطيها الزيوت في الماء، يعني تعطيها بحال دابا معلقه ديال زيت اللوز، زيت القرقع، زيت الزنجلان في طرو ديال الماء، نسملة مرة مرة تعطيها البابوج، معلقة ديال البابوج تشربيها والشربات. ولكن من الأحسن أنا ننصحك تمشي عند الطبيب الاختصاصي باش يشخص لك المشكل اللي عندها، باش ما نطيحوش في شي مشكل. إن شاء الله يكون غير الخير إن شاء الله. شكرا لك بزاف خبيرة الشعر والتجميل حورية شويخ، مشكورة جدا على كل هاد النصائح والوصفات اللي قدمتينا اليوم بخصوص كيفاش نعتنيو بالشعر المصبوغ. شكرا لكم مستمعنا الوفاء ديالكم البرنامج اللامولاتي، ولكم تحية مجدولي علامة الإدريسي اللي رافقتنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية، سميحة شوبي في التنسيق واستقبال مكالماتكم الهاتفية.